نروح لسيد علي. تعالوا شوفوا استاذ سيد علي الصحفي، سيد علي قبل ما يكون مذيع، تعالوا نشوف بيقول ايه. عندنا ظروف اقتصاديه صعبه جدا، بس الظروف الاقتصاديه دي احنا ما كناش السبب فيها، او النظام الحالي ما كانش السبب فيها. خلونا اقول لكم، يعني انا علينا 160 مليار دولار، 160 مليار دولار، احنا عددنا اكتر من 110 مليون. سنة 2010 2011 12 13 14 كان الاحتياطي عندنا مثلا 4 5، وكنا بنلم فلوس من السوق علشان نجيب قمح، والدول الخليج وقفت جنبنا. فالدولة كانت نتيجة لما حدث في 25 يناير بصراحة كانت في حالة شبه انهيار، وانتوا شفتوا ايه اللي حصل في الدولة المصرية. وكل الاحتياطي الذي كان في البنك المركزي اللي مبارك عمله تقريبا يعني تم استنزافه في حالة الفوضى اللي موجودة. النظام الراهن، وانا قاصد استخدم كلمة النظام الراهن، لم يصنع المشاكل، ولكنه هذا النظام حاول يعالج المشاكل، لان ما كانش ينفع تعمل حاجه جديده بدون ما تعالج. يعني انت ما ينفعش ان انت تشغل ايدك وانت عندك جرح، الاول تعالج الجرح. هذا الكائن العجيب بيتكلم عن 2011، وهو من 2011 على نفس النغمه، مفيش فايده، مصمم يكرر نفس المشهد. وده اللي انا حاولت اوضحه لكم في بدايه كلامي، ان النوعيه دي من البشر مش هتتغير، مستعدين يعيدوا نفس الموال 100 مرة 1000 مرة عادي جدا. سيد علي عايز يقنعكم ان السيسي ملوش ذنب، وان الازمات اللي احنا فيها كلها من قبل السيسي، وان السبب فيها هو يناير، ثورة يناير وشباب يناير. سيد علي كان بيدافع عن حسني مبارك، ولسه بيدافع عنه وعن سيرته، ودلوقتي بيدافع عن السيسي وبيتهم ثورة يناير بالمشاكل اللي حاصلة في البلد. دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول مش انا قلت لكم قبل كده؟ فاكرين سيد علي بيستشهد بتطبيله زمان انه كان صح؟ سيد علي عايز يشيلنا مسؤوليه الديون اللي ورطنا فيها عبد الفتاح السيسي، اللي استلف لوحده اكتر من 160 مليار، عايز يقنعنا ان السيسي جابهم واستلفهم عشان يحل المشاكل اللي هو اصلا سبب فيها. ليه يا سيد خير يا حبيبي؟ هو استلف ال 160 مليار دول حطهم في الاحتياطي؟ ولا عمل بيهم مدارس؟ ولا جاب بيهم قمح؟ ولا بنى بيهم مستشفيات؟ ولا عمل بيهم مصانع؟ ده صرفهم في التراب، في العاصمة الجديدة، عاصمة السيسي الجديدة اللي بيعملها عشان يخلد اسمه، بس ان شاء الله هيتخلد في مزابل التاريخ. يبقى يا سيد، مال الشعب ومال ديون السيسي. سيد علي بيحمل ثورة يناير مسؤولية تدهور الاحتياطي. طيب يا سيد، هي مشكلتنا في الاحتياطي؟ مشكلة مصر دلوقتي في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية؟ طب ما انتوا نفسكم اللي كنتوا بتتباهوا من سنتين تلاتة بأن الاحتياطي كبير وكتر في عهد السيسي، وكنتوا بتقولوا عندنا 45 مليار، هو أي كلام وخلاص؟ ولما كنا بنطلع نقول كل ده هكس لأنكم واخدينه قروض، كنتوا بتقولوا الخيانة، أعداء الوطن. طب مش أنا عرضت لكم هنا بالأرقام يا جماعة في بيانات المالية والبنك المركزي وضع الاحتياطي كان ايه واتصرف ازاي من 2010 لغايه لما عملوا الانقلاب على الرئيس مرسي؟ هم مفكريننا بننسى؟ لا، هوريكم تاني علشان بس ما حدش يضحك عليكم. بص يا سيدي على الجدول ده تاني، عدد شهور الواردات السلعيه يغطيها. بص يا سيدي اهو، الفلوس قدام حضراتكم كانت في 2007 كام؟ اتكلم في 33 2008، خلينا نوصل ل 2010 كنا واصلين حوالي 36 مليار او 35 مليار. 2011 نزلنا، بقينا بنتكلم في اقل من كده، 12 اقل من كده، 13 نفس الثبات اللي حضراتكم شايفينه. طيب يعني ايه؟ اقول لك، ده جدول الاحتياطي. بص على 2010، 2010 اهو زي ما قدام حضرتك، كان في يونيو 2010 حوالي 35 مليار او 34 مليار في الحته دي، تمام؟ بعد كده اول ست شهور من 2011 اللي تولى فيهم المجلس العسكري طير بتاع 6 مليار كده في الهواء، طيرهم كده في الهواء. طب مين اللي كان موجود؟ هو المجلس العسكري. طب حد حاسب المجلس العسكري؟ لا. حد سألهم؟ لا. حد جاب ولا بيجيب ولا هيجيب سيرتهم من دول؟ لا، ما حصلش ولا حد هيجيب سيرتهم. طيب المهم، كملوا بقى على كده في فرتكة الفلوس، صرفوا حوالي 20 مليار، 20 مليار لحد ما سلموا مرسي المنتخب
في يونيو 2012 15 مليار دولار في الاحتياطي، صرفوا 20 مليار في سنة ونص، ده من الاحتياطي بس. طب مورسي بقى في السنة اللي قعدها صرف كام؟ صرف 400 مليون، 400 مليون دولار سلم الاحتياطي بعد ما انقلبوا عليه 14 مليار و600 ألف. يعني ما صرفش في سنة نص مليار، بينما المجلس العسكري في سنة ونص صرف 20 مليار. عشان تعرف مين الحرامي واللي ودى البلد في داهية. ده اللي حصل يا سيدي علي، بالأرقام من البنك المركزي يا سيدي علي. وأنا مش هزهق ومش حمل من أني أعيد وأزيد في القصة دي عشان أقول للناس، عشان ما يجيش سيد علي واللي زيه يخضعوا المصريين تاني. سيد علي بالمناسبة مبسوط قوي أن وائل غنيم اللي كان أيقونة من أيقونات ثورة يناير تاب. هو بيقول تاب وأعلن ندمه على مشاركته في الثورة. سيد بيصدر للناس ده على أنه إثبات أنه كان على حق وأن الثورة خربت البلد وكانت مؤامرة. وحقيقي بجد يعني يا سيد مفيش أبشع ولا أحقر ولا أوسخ من كده.